كاظم الساهر يرد على شائعة وفاته على يد زوجته المغربية. لكن قبل بداية مشاهدة هذا الفيديو، لا تنسى الاشتراك في قناتنا وتفعيل زر الجرس للتوصل بجديد الفيديوهات، وكذلك لا تنسوا الضغط على زر الإعجاب كتشجيع بسيط للرقي نحو الأفضل. تداولت مواقع التواصل الاجتماعي خبر وفاة الفنان كاظم الساهر الذي انتشر بقوة خلال الساعات الماضية. كتب خبر وفاة الساهر فبرك سيناريو الوفاة وطريقتها ومكانها، مشيرا إلى أن الوفاة حصلت في أحد مستشفيات بيروت إثر تعرضه للتسمم بعد تناوله وجبة طعام العشاء التي أعدتها زوجته المغربية. كاظم الساهر علق على الخبر بنشر كلمات أغنية عبر حسابه الرسمي على الفيسبوك للتأكيد أنه منشغل بالتحضير لألبومه. يشار إلى أن كاظم الساهر أعلن ابتعاده عن ممارسة أي نشاط فني خلال العامين المقبلين للتفرغ لإنجاز ألبومه الجديد. في المقابل لم يصدر أي جديد حول موضوع زواج كاظم الساهر الذي يتحفظ عن التحدث حوله في الإعلام. وكان كاظم الساهر قد احتفل بزواج ابنه الثاني عمر قبل عدة أسابيع. شكرا على حسن متابعتكم، وإلى فيديو لاحق بإذن الله، إلى اللقاء. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الاشتراك في قناتنا كوكب الفن.